شكري والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري عقب جلسة مباحثات بينهم. أود أن أعرب عن ترحيبي بزيارة سيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ إلى القاهرة، وهي زيارة ثانية له إلى مصر منذ توليه مهام منصبه. وكما تعلمون فإن مواجهة تغير المناخ هي أحد الأولويات المشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة، خاصة مع استعداد مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الكوب 27، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خلال الفترة القادمة. قمنا اليوم بتدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي. كما تناولنا بشكل مستفيض أولويات الرئاسة المصرية للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف كوب 27 والأهداف التي نسعى إلى الخروج بها، حيث أكدت من جانبي على استمرار مصر في بذل كافة الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، سواء في ما يتعلق بخفض الانبعاثات أو دعم وتعزيز جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حشد التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بواجباتها في إطار تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ. أكدت كذلك خلال مباحثاتنا حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في مواجهة تغير المناخ، تأكيدا على الدور الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام. كما اتفقنا على الخطوات القادمة لاستمرار التنسيق المصري الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر، وأكدت محورية الدور الأمريكي في عمل المناخ الدولي ليس فقط بوصف الولايات المتحدة أحد أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، ولكن كذلك لما لدورها من أهمية في قيادة جهود الدول المتقدمة لدعم وتعزيز عمل المناخ في الدول النامية وتوفير وسائل الدعم والتنفيذ لها. على صعيد الثنائي تناولنا مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة على ضوء الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر والتي تمكنها من التحول إلى مركز للطاقة، سواء فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المجالات التي نتطلع لتكثيف التعاون فيها مع الجانب الأمريكي. تعكس زيارة اليوم العلاقة الممتدة والمستمرة بين مصر والولايات المتحدة والتقارب الذي تشهده وجهات النظر البلدين في مجالات عدة، والحوار المستمر بينهما في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونتطلع إلى تكثيف هذا التفاعل خلال الفترة القادمة ليعكس عمق العلاقات بين البلدين والتي تشهد الاحتفال بمئويتها العام الجاري. وبالتأكيد أعبر أيضا على المستوى الشخصي بمدى سعادتي للتعاون الوثيق مع جون كيري الذي أعتبره صديق، كانت لنا دائما علاقة تتسم بالوضوح والشفافية والثقة المتبادلة، وأنا أتمنى له كل التوفيق وأقدر كثيرا قوة ما يؤديه من اقتناع بأهمية قضايا تغير المناخ ومواجهتها والأسلوب الذي يطلع بمهامه من خلال تناول متوازن لهذه القضية تلبي كل مصالح الأطراف للاتفاقية الإطارية. تفضل. I thought it was on. Thank you very much. I want to express my personal deep and real affection and أود أن ألخص ما قلناه سويا، وقلنا
إذ بحثت مع السيد سامح شكري عددا من الموضوعات المتعلقة بقضايا المناخ، وبحثت عددا من الموضوعات التي تمثل موضوعات ذات أهمية، وكما بحثنا عن حلول للمشكلات التي تواجهنا في مجال المناخ، بالطبع إن مصر تلعب دورا، وهذا كله بحثناه في إطار الدور المحوري أو الدور القيادي الذي تلعبه مصر في هذا الصدد. إننا لقد التقينا هنا هذا الصباح هنا في مصر، وبالطبع وفي الوقت الذي التقينا فيه هنا إن على الرغم من لقائنا هذا فإننا اجتمعنا هنا في لهذه المحادثات، فإننا نضع نصب أعيننا كافة القضايا الهامة المتعلقة بتغير المناخ. إننا نثق بالقيادة المصرية. هذا ليس محل شك عندنا، وبالتالي فقد حرصنا على إقامة مجموعات العمل وتدشين مجموعات العمل التي تحدث عنها الوزير المصري. هذه المجموعات العمل ستتولى التنسيق فيما بيننا فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمناخ، بالقضايا الخاصة بالمناخ. بالطبع هناك مستقبل ينتظرنا، مستقبل يتعلق بالطاقة النظيفة وبأنواع الطاقة الجديدة والمتجددة. بالطبع إن كل هذه إن هذه الموضوعات هي موضوعات جوهرية ربما لا تلعب السياسة دورا كبيرا فيها، ولكن هي موضوعات ينبغي أن نوليها أهمية كبرى. إن هذه الموضوعات تتعلق بالأمور العلمية، بالعلوم، بالعلم البشري، ولا أكثر من تعلقها بالأمور السياسية. كيف نسير مركباتنا وسياراتنا، كيف نستفيد من أنواع هذه الطاقة الجديدة والمتجددة. بالطبع والقيادة المصرية تلعب دورا هاما في هذا الصدد، في الدفع قدما باستخدام هذه الأنواع الجديدة والمتجددة من الطاقة التي لا غنى للعالم عنها. هناك خطط مشروعة ينبغي أن نلتزم بها بعدم زيادة الانبعاثات الضارة بالمناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة. هذا العام إننا في هذا العام ننتظر تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ، وبالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ، علينا أن نجتذب مزيدا من الدول لتنضم إلى ركاب الدول التي تحرص على تطبيق كافة ما اتفقنا عليه وتنفيذ هذه الأنواع المتجددة من الطاقة. ولكن لسوء الحظ ينبغي على، ولكن هناك بعض الدول للأسف الشديد حتى الآن لم تنضم ولم تبدأ في التنفيذ ما اتفقنا عليه حتى الآن. هذه الدول ينبغي علينا ألا نتركها هكذا، بل ينبغي أن نجتذبها ونعمل وأن نحملها على أن تقوم بتنفيذ ما اتفقنا عليه جميعا في مؤتمر المناخ الذي انعقد للتو. ومن ثم As many leaders have said,
وكما قال كثير من قادة وزعماء دول العالم، فإن عدم الالتزام بهذه المواصفات التي تم الاتفاق عليها يمثل تهديدا لنا جميعا، ليس لدولة فحسب، بل يمثل تهديدا لكوكب الأرض بأسره. Egypt is now joining in with the United States. إن الولايات إن مصر قد انضمت تضم إن مصر تضم طاقاتها إلى ما تم الاتفاق عليه وتتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد في ضرورة الالتزام بكافة هذه المعايير والمواصفات. ينبغي على دول العالم بأسره أن توحد صفوفها وبصفة خاصة، وأن تشهد المؤتمر المقبل للمناخ الذي سيعقد هنا في مصر، فمصر تقوم بدور ريادي وقيادي في هذا المؤتمر المنعقد الذي سيعقد بعد عدة أشهر. إن بالطبع إن مصر قد أسهمت وتساهم دوما في خير البشرية وخير الإنسانية، وينبغي علينا أن نضم أو نؤيد ما تقوم به مصر في هذا الصدد.